السلام عليكم. اليوم نروح الملعب وهران، ملعب هاتفي ميلود، للوقوف على يعني وضعية أرضية الميدان بعد الأمطار يعني الغزيرة التي سقطت في الآونة الأخيرة، كذلك بعد المقابلات المتتالية 4 مقابلات. إذن الأرضية تبدو في حالة جيدة جدا. إذن رغم كل هذه الظروف القاسية والبرد والثلج التبروري، فأرضية الميدان لم تتأثر. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.